مبسوط جدا بالمباراة، مبسوط كمان بالشعار بتاعها معا من أجل السلام وأنها ضد الإرهاب. الأهلي معتاد أنه يجيب لنا أقوى وأعظم الفرق على مر التاريخ. أتصور أنه لقاء حاشد حضور جماهيري حاشد، خصوصا كمان مع نجوم الشرف الكتير اللي موجودين في هذا اللقاء. أتمنى أن مثل هذه اللقاءات تتكرر. مبادرة طيبة جدا من أبو ناصر مع المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة ومستشار الدوري الملكي رئيس اللجنة الأولمبية السعودية. أعتقد محتاجين كل شوية اللقاءات دي. كنت لسه والله بفكر بقول اللقاءات دي غابت ليه عننا، فجميل انها تتزامن كمان مع المجلس الجديد. بتمنى ان شاء الله تبقى حاجه كويسه. وده دور النادي الاهلي، دور الوطني الجميل الكبير للنادي الاهلي. وجود النجوم العرب بالتاكيد هيدي متعه اكتر، هيدي بشكل جميل، يمكن كمان هيضغط شويه على حته التنافس. بس اتلتيكو مدريد ما بيهزروش، تعرف اي مباراه عايزين يلعبوا هتبقى في مشكله شويه بالنسبه للجهاز الفني في النادي الاهلي حته تجانس، لكن برضو النجم بيتاقلم بسرعه. لكن الجميل ان يعود حسام غالي يبقى كابتن النادي الاهلي في هذا اللقاء، وده اعتقد مصدر سعاده لكل جماهير الاهلي. جمهورنا مش محتاج رساله، لان جمهورنا جميل، هو اللي بينجح مثل هذه الاحداث. جماهير النادي الاهلي دائما وابدا في الموعد. نفسي في دخله حلوه، يعني اعتقد انه شعار المباراه ياخدوه ويعملوا منه الدخله، هتبقى حديث العالم كله ان شاء الله.